بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج يعني تناولنا العديد من القضايا الصحية والغذائية والرياضية، ودنا بهذه الفترة نغير شوية، نجيب لكم نماذج مشرفة من الشباب الرياضي الكويتي اللي حققوا إنجازات سواء على الساحة المحلية والساحة الدولية. ونرحب بضيفنا العزيز كابتن عبد العزيز الشطي، هو لاعب مبارزة، لاعب نادي القادسية ولاعب المنتخب الوطني، شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، وأيضا حاصل على جائزة تميز رياضي. حياك الله كابتن عزيز. يعطيك العافية، والله يحييك. يعني هي رياضة المبارزة، عدل؟ أيوة. وقلت لي أنواع قبل لا نسجل، بس أنا ودي أبدأ بقصتك مع الرياضة. يعني أبيك ترجع بالزمن هذه السنوات وقول اللحظة اللي أول مرة ودوك وأنت رحت فيها إلى رياضة المبارزة. أنا طبعا بدايتي في رياضة المبارزة كانت صدفة. صدفة وغريبة أصلاً. أنا بلشت كلاعب رياضي سنة 1997. أنا طبعاً كان الغدوة الوالد وأخوي العود حسين الشطي، لاعب منتخب الكويت ولاعب نادي القادسية سابقاً في كرة الطائرة. فبدايتي كانت طائرة، كان عمري 7 سنين. استمريت في رياضة الطائرة يمكن 6 شهور. نص التمرين قال لي تعال، رحت له هلا أخوي، قال لي اطلع برا. شلون اطلع برا؟ صريح أخوك وايد. إي وايد، قال لي اطلع. قلت له ليش ما فهمت؟ رديت البيت طبعا زعلان، عمري صغير بلعب كره شباب. قال لي انا اشوفك بلعبه فرديه، ما اشوفك بلعبه جماعيه. وقاعد يسولف مع ابوي، انا قاعد ما وقتها صغير بس ابي العب. فتناقشوا وقال لي اختار اي لعبه فرديه، ايضا ما ادري ان في رياضه اسمها مبارزه. رحت تنس عندي في البيت، تنس طاوله. قلت له ابي تنس طاوله، قال لا روح جرب تنس ارضي. رحت قاعد في رياضه التنس يمكن 6 سنين، وكنت أزور في ذاك الوقت ولد عمي اللي هو يعقوب الشطي لاعب مبارزة. شفت نفسي أروح كل يوم، أقعد وياهم بالباص، أروح أشوف التمرين، أقعد أتابع. جاء لي مدرب اسمه فارس عبد الكريم، مسي عليه بالخير، قال لي أنت تحب الرياضة؟ قلت له إي والله حبيت الجو، سيوف، لبس غريب، أعمار، قاعد أشوف لاعبين كبار في العمر. قال لي أنا أنصحك إنك تسجل فيها. عمري كان 13، يعني أنا 6 سنين ولي 13 سنة بعدين أغير اللعبة، ففيها مخاطرة، عمر كبير. أما أغلب الرياضات الحين يقول لك الدش صغير علشان يربونك على اللعبة. فقلت ماكو مشكلة، كلمت أخوي قلت له أنا بسجل مبارزة. قال لي هذه آخر فرصة لك، أنا بعدها صعب تسجل في أي رياضة ثانية. سبحان الله من ذاك الوقت أنا لاعب في رياضة المبارزة. طبعا أنا ترى العائلة كلها رياضيين، يعني الحمد لله هذه أهم نعمة الحمد لله عليها، ان الكل رياضي فيشجعون الرياضه يعني. ممتاز. طبعا انت قلت يعني شيء حلو، انا لاحظت ان انت بديت سنه 97 وانت مواليد 90، يعني انت بديت الرياضه في سن مبكره. اينا. وهذا شيء زين ان العائله تفهم، لان للاسف الشديد بعض العوائل، وانا طبيب عائله انا راح اقول لك، استغرب يوني اباء وامهات دكتور ولدنا في ربو خفيف او اكزيما خفيفه، عطنا هذا العفاء من الرياضة، عرفته؟ أينا. ففي فرق بين الثقافة، أن العائلة عندكم ما شاء الله يعني رياضية، رياضية منذ الصغر. يعني أنا حتى مرت علي بناء على نفس المثال أنت قلت، مر علي لاعب من اللاعبين شارك في نادي التضامن الله يذكره بالخير، كان عندنا مدرب اسمه يونس المشموم عبد الله، كان عنده لاعب ربو ويجيب كل يوم كمان. قمنا لاحظ تدريجيا مع التدريب قام ما يجيب الأدوية عنده. فبالعكس الرياضة وايد مفيدة، يعني خصوصا أنا الحين عندي عيال، أنا عندي أولاد 2 شباب، عبد الله عمره 6 وعبد المحسن 3 سنين. عبد الله أنا من عمر 5 إلى 4 دخلت أكاديميات سباحة. الرياضة وايد مهمة، مو بس على المستوى الجسماني، يعني حتى على المستوى الصحي، على المستوى النفسي، على المستوى العقلي. بالعكس الرياضة وايد مهمة. شيء ممتاز. طبعا هذه الثقافة، وإحنا ترى حتى من ناحية طبية، يعني حتى إذا ولدك وحس هذا المشاهدين إن ولدك أو بنتك في حالة صحية، وإنك حتى لو سكر وياخذ إبر، بإمكانك إذا تحكمت بالعلاج بإمكانه يروح بالأصل الرياضة. نفس ما قلت، ممارسة الرياضة راح تخفف يعني أثر الأمراض المزمنة على الأطفال، سواء كانت ربو أكزيما وحتى كذي. ودنا أيضا يعني نكمل على مشوار الرياضة اللي أنت عديت حين الفئة العمرية اللي هي وصلت إلى عمر 13، بس إذا تسمح لي ناخذ فاصل ونرد نواصل حوارنا. رجعنا لكم بعد الفاصل والحوار متواصل مع كابتن المبارزة. كابتن قل لنا، أنت الحين يعني بديت من سن صغيرة 7، صار 13 وحولت من طائرة إلى مبارزة، بعدين كلمني عن المسيرة. بلشت طبعا نادي القادسية رياضي، أنا مسيرتي كلها في نادي القادسية، إلى الآن لاعب في نادي القادسية.
بذاك الوقت نادي الغاشية كان من الأندية القوية جدا، يعني كانوا مسيطرين، وكان أول مدرب اللي هو الأب الروحي احنا نسميه كابتن كاظم أبو وليد، العم أبو وليد كاظم مال الله. تم تأسيسي وتربيتي على قولتهم صح في أسس مبادئ المبارزة على إيده من أشهر اللاعبين السابقين وأشهر المدربين، وبدايتي كانت قوية الحمد لله. يعني توفقت مع نادي الغاشية، حققت إنجازات عديدة مع نادي الغاشية. طبعا يعني أنت قلت كلمة إن كان نادي الغاشية هو كان ولا زال، بس أنت هو طبعا أنت تتكلم عن، يعني أنا أسمع مو متخصص وايد، إن سابقا كان مثلا درع التفوق الرياضي كان ما شاء الله نادي الغاشية مكتسح التفوق العام. إيه التفوق العام اللي يسمونه. إيه. والآن لا، نادي الكويت هو بدأ يعني ينافس خلال السنين الماضية. ودي يعني أبيك تعرفني وتعرف سادة المشاهدين، رياضة المبارزة اللي إحنا نشوفها ها لابسين أبيض وعندهم سيف وفي حبل وراهم، صح؟ هذه هي رياضة. بس اللبس الأبيض أنت دققت فيه، هذا سلاحي أنا. اللي هو سلاح اللي هو سلاح شنو؟ إحنا في رياضة المبارزة عندنا ثلاثة أسلحة، نفس الكاراتيه شو عندهم اللي هو الكاتا أعتقد الكوميتي. إحنا في المبارزة عندنا ثلاث أسلحة، وكل سلاح لا طريقة لعب، لا طريقة تدريب، لا طريقة في التحكيم، يعني كأنه رياضة ثانية تختلف تماما. أنا سلاح الأبيض اللي هو لبس الأبيض كامل، لبس كله كامل أبيض، وموصلين بواير اللي هو الواير طبعا يشبك بال اللي هو البكرة أو اللي مسؤول عن توصيل اللاعب للجهاز الرئيسي اللي من خلاله يتم احتساب الوقت والنقاط واللمبات. والجزء الثاني من الواير يشبك بالسيف. هذا الطريقة يعني. السلاح الثاني اللي هو السابر، عندنا إبي وعندنا فلوري وعندنا سابر. سلاح الإبي طبعا طريقة تسجيل النقاط كلها نقطة واحدة كشيء مشترك بالأسلحة كلها. سلاح السابر، سلاح الإبي طبعا أسجل بأي مكان في الجسم، تكرم من الجوتي لفوق أي مكان أقدر ألمسك تتسجل نقطة، وتعتمد على منو أسرع من الثاني. إذا أنا لمستك أسرع الجهاز راح ينور حق يعني. إذا مع بعض بنفس التوقيت راح ينور لمبتين اللي هو اللمبة الحمراء والخضراء، نقطة لي ونقطة لك. سلاح السابر وسلاح الفلوريلا يعتمد على الأكشن اللي قاعد يصير، يعني الحكم راح يحسب اللمسة على من خلال ادفانتج، ممكن في صد، ممكن في اتاك، ممكن في ديفنس، فيعتمد على الاكشن اللي يصير يحسب النقطه. طريقه التسجيل تختلف. الفلوري في مثل جاكيت نحاسي اللي هو الصدريه يسمونه الفيست، جهه الصدر والجهه الخلفيه. اذا لمستك في الايد هنا يعطيني لمبه بيضاء اللي هو لمستك في المكان الخاطئ، لازم المسك في المنطقه المحدده اللي هي الفيست. السابر نص الجسم، طبعا السابر قريبه من اللي احنا نشوفها بالافلام اللي هي الفايت، احنا نسميها زورو لما كنا صغار نسميها زورو، شلون اروح واهجم اهجم وارجع شديد. الفايت يكون هذا السابر. هذا الاختلاف بين الثلاثه. يعني نقدر نقول ان هذه الرياضه هي امتداد لمبارزه السيوف القديمه. صحيح. وتم تطويرها. تم تطويرها. شو الاشياء الممنوعه فيها اللي ممنوعه في سلاح المبارزه اللي تسوونها؟ طبعا اللبس مهم جدا، اللبس اللي يدش تحت فحص فني قبل البطوله بيوم، لانه مهم وفي سيفتي، يعني السيف اذا انكسر ممنوع تشارك فيه. يعني احنا نهايه السيف في مثل بوينت، اذا البوينت مو موجود ممنوع تشارك في السيف، يعني يعتبر اداه قاتله. فالبوينت هو اللي من خلاله نهايه السيف اضغط على البوينت يعطيني اللي هو الاشاره او اللمبه. سلاح السابر نفس الشيء، تكون عن طريق اللمس. سلاح الفلوري والابي اللي هو فيها البوينت، سلاح السابر اللي هو اللمس. اذا السيف انكسر لازم يتبدل، لازم تتبع تعليمات الحكم، تتبع تعليمات اللجنة الفنية، لأن أي خطأ راح يأثر بشكل مباشر على اللاعب. فحماية للاعب لازم يكون في توجيهات معينة، لازم يكون في سيستم ونظام يتبع اللاعب. يعني موضوع السيفتي موضوع مهم جدا. مهم جدا. حتى اللبس بطولات الدولية احنا ندش تحت فحص فني معتمد من الاتحاد الدولي، ماركة معينة، وزن معين. نسبة الإصابات قليلة أو معدومة بالرياضة بعد أخذ هذا كل السيفتي؟ أي. طبعا انا قاعد اتكلم عن الاصابات اللي ممكن تحدث عن طريق الحوادث، يعني انا حتى ما يصير استعمل السيف بطريقه خاطئه، انا اضرب جسم اللاعب، الاحتكاك المباشر ما يصير، ممنوع. نعم. طبعا كابتن عويز يعطيك العافيه، الحوار معك ممتع، وانا كان ودي اكمل خاصه في موضوع الرياضه. انا صراحه عندي يعني فضول اعرف رياضة المبارزه، ممكن ايضا نشجع جيل يعني جديد في هذه الرياضه، لكن للاسف وقت الحلقه انتهى، على امل لقاء فيك ان شاء الله في حلقه اخرى. أعزائي المشاهدين تابعونا غدا في نفس هذا الموعد، ونكمل إن شاء الله حوارنا مع كابتن عبد العزيز الشطي ورحلته في عالم الرياضة وعالم المبارزة.